عايزة اعملين انتوا في قناة؟ العب مع دودو. انا نبدأ اي حاجة، دوس على الاشتراك والزرار الاحمر والجرس عشان يوصلكوا كتير مع العب مع دودو. المرة اللي فاتت يا دودو بندق الجميل لما عد من 1 لـ5 صاحبتنا بسرعة اللي اشتركت وكتبت اسمها صاحبتنا مي، كلنا نحيي مي، بنحبك يا مي. النهاردة كمان بندق اهو هيعد من 1 لـ5 عشان يشوف مين بسرعة هيكتب اسمه ويشترك. مستعدين؟ حاطين صابعكوا على زرار الاشتراك الاحمر؟ يلا 1 2 3 4 5. يلا النهارده يا دودو انت جايب لنا ايه؟ همبرجر. بص بقى، النهارده دودو جايب لنا اوزمو، بس اوزمو همبرجر، كانه سندوتشات همبرجر بالظبط. بصوا هنا، استنى لسه هنوري، لسه 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 يا دودو لسه، استنى استنى نوري لاصحابنا الاول. بصوا هنا مكتوب اوزمو وهنا في همبرجر، اوكي. بصوا هنا ده العيش ودي جبنه ودي الهمبرجر وده العيش تحت. استنى يا دودو، وده هنا دودو اختار اللي عليه رسمه ولد، كان في اكياس تانيه عليها رسمه بنت بس هو اختار الولد. اوكي بصوا بقى دودو، ده عباره عن ايه؟ حلويات همبرجر. جاب كمان همبرجر يعمله قدامكم اهو. يلا اعمل الهمبرجر وريه لاصحابنا. يلا بص اهو. سلطة. جبنة، بصل، العيش. دودو عمل همبرجر، هنشوفه بقى زي اللي بتاع اوزمو ولا لا. بص الساندوتش ده قد ايه كبير. واو. طب احنا يا دودو بنحتاج مع الهمبرجر ايه لما بنروح المحل؟ بنطلب معاه ايه؟ بنطلب معاه بيبسي. بيبسي، ادي البيبسي بتاعك. وممكن تطلب معاه ايه تاني؟ ممكن نطلب معاه بطاطس وبيتزا، ايه رأيك؟ ادي بطاطس وادي البيتزا اهي، ده دودو اللي عمله. يلا اوكي، يلا بصوا ايه رأيكم في الوجبة دي اللي دودو عملها دي. ادي بيتزا، ادي بيبسي، ادي بطاطس، ادي همبرجر. نحط له ايه كمان؟ نحط دي ايه دي يا دودو؟ شوكة وسكينة وادي معلقة. طب يلا بقى نفتح نشوف الهمبرجر بتاع الاوزمو زي ده ولا لا، ونشوف فيه كام واحدة. لا هنا هنا، افتح هنا. ريحته حلو. بصوا زي بالظبط الهمبرجر، بصوا من فوق عليه سمسم، شايفين؟ عايزه ادوقه. استنى ما احنا هندوقه، استنى اوريه لاصحابنا. ده كانه عيش فوقيه سمسم، ومن جوه بصوا اللحمه اهي الهمبرجر، ومن تحت عيش. تعالى الاول قبل ما تاكله نشوف جواه كام واحده. يلا يلا نحط. شكله زي الهمبرجر بس ده همبرجر صغنن وده كبير يا دود. كده 3 4 5 6 لسه في كتير. 7. طب طبق تاني. لا هات. 8. ايه ده لسه في تاني؟ في قد ايه؟ في كتير. ورين. اخر واحد. 9. جواه 9 بس. بصوا بقى ايه رايكم بقى في الطبق ده؟ بصي بصي كان عليه سمسم. بصي عيش سمسم وعيش وهمبرجر. لا هو زي الهمبرجر بس دي حلويات. يلا بقى ايه؟ استنى يا دودو، دودو مستعجل. هتدوق انت الاول؟ طب دوق. بتقول لنا طعمه ايه؟ طعمه جميل. طب ميرا هتدوق واحد. طعمه حلو قوي. بصوا لما بيتقطم، بصوا في شلطة وشوكولاتة كأن جواه بالظبط همبرجر. لا في شوكولاتة وشلطة. طب انت محتاج معاه بيبسي ولا اي حاجة؟ محتاج معاه ايه؟ لا.
كبيرة همبرجر الكبيرة وده الصغير، شايفين الحجم؟ ايه رايكم بقى يا اصحابي في اوزمو همبرجر؟ شكله زي الهمبرجر الحقيقي، بس بصوا فعلا الحجم بينهم، بصوا بص الفرق. واو حلو قوي. يلا يا اصحابي بسرعه، لو الفيديو عجبكم بسرعه دوسوا على اشتراك. دوسوا على طعمها ايه؟ انها لذيذة جدا يا دودو. نذوق بندق. ايوه انا عايزه ادوق واحده. لا دي حلوة قوي قوي قوي. بص اهو البرجر. بص بيبا سكوت، وصلوني 1000 مشترك وبحبكم. باي باي. حملة توصيل دودو 1000 مشترك. يلا بنحبكم كلكم. باي.